السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، يا مرحبا ومسهلا في سيتي سكاي لاين. عندنا مطار دولي، عندنا قطارات شغالة، عندنا وايد أمور في المحطات هاي. شوفوا الحين ما في حد قاعد فعليا من برا، لأن ما أنا بحدي من برا زين، ولكن بنسوي مكان هني. في مشكلة شرطة، هل الشرطة عندي أنا مشفرة ولا في شيء غلط؟ يعني اذا حطي سجون، ما عندي خدمة سجون، بس الشرطة مفروض انها واصلة. يعني شوفوا مفروض في عندي شرطة، ولكن على ما يبدو شفر. بنحطي اماكن حكومية، اماكن حكومية ما بتاخذ منا وقت طويل، بنسويها بالطريقة هذه، تقسيمة جميلة يعني تكون زين. وهذا يبعث على الراحة شوي في المنطقة، وجود تواجد خدمات الشرطة والمطافي وهاي الامور بشكل شوية مضخم يعني على المدى الطبيعي. يعني الشرطة راح يكون لكم مركز هني بالطريقة هاي. نقدر نحط هليكوبتر، بس أحس ما يحتاج هليكوبتر، نحن حاطين عند المطارات، بنحط الهليكوبترات عادي يعني عقب زين. وبنحط اللي هي المطافي بالمنطقة هذه. شوفوا المنطقة كيف تغطية هذا المطافي، ما شاء الله تغطية رائعة. ومستشفى ما بنحطه هني حاليا، بنخليه هذا المكان بالطريقة هاي، بنتفاهم وياه بعدين. المكان الأساسي الناس بتنزل من المترو، بتدخل عن طريق مدخلين، 1 2 إلى حديقة الملاهي مالنا، اللي هي للحين ما سوينا حديقة ملاهي. انزين حديقة الملاهي بنستعمل البوابة الضخمة، عفوا الرئيسية، وين عند وين بنركب التور مالنا وهاي الأمور، البرج مالنا اللي راح يكون مساحة جميلة جدا. بنحاول نسوي شوي في فراغات هني. عندنا السايد جيت أصغر ولكن بعدها ضخم بالنسبة لباقي المباني. 1 2 3 4 أماكن مركزية جدا، ما نحتاج أكثر منها. المكان هذا هني راح نحاول قدر الإمكان نسوي الخط بالطريقة هاي مع الشارع، وبنحاول نسوي شي، ونحاول نسوي بالطريقة هذه، ونسوي بالطريقة هذه، الطريقة هاي. هذا شوي بنرجع ورا. انزين اذا انت زعلان من الكهرباء، راح اوصل لك كهرباء النقطة تحت، والباقي راح يتوصل اوتوماتيك. نايس. انزين هذا لازم شبكة طبعا. هني الحديقة كل هذا في له باركنات، ما راح اتعب عمري وايد في الباركنات في مجاله، وما بحط السياج حاليا، ولا بحط السياج حاليا. اميوزمنت بارك، نحن الشبكة ظني استعملناها قبل، بس الحديقة نفسها ما سويناها. الحديقة هاي بتحتاج وقت انها تاخذ ليفل على فكرة، ما بتستوي على طول. يعني لا تتريو من الحديقة هاي تستوي على طول، لان للحين احنا ما سوينا لها ليفل اب، فيمكن في شوي انتظار في الموضوع. الطريقة هذه بعدل الشبكة قبل شوي، صبر زين. وبنسوي بالطريقة هاي الشبك باي الداخل بالطريقة هاي، يمكن الطريقة هاي. اوكي بالطريقة هاي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، نقول نحط الشبكة شوي صوب الشارع، خلنا نقدر نحطي أماكن داخلية للحديقة نفسها. شارع المايل ميل الشبك ولا السياج للحديقة نفسها، معاها بيكون يعني ماشي على رذم طيب الحديقة. انزين الحديقة اساسا محتاجين نشبك واحد شارع، الشكل طول الشارع بس الرئيسي مال الحديقة ابغى يكون مشبوك باماكن، عرفتوا يعني بالطريقة هذه، كل واحد يودي مكان نوعا ما زين. داخل الحديقة في خدمات أساسية اللي نحن متعودين نحطيها، الله يعزكم، حمامات وغيره وهاي الأمور، بنحطيها في الزاوية هني، بنسوي لها الشارع هني اللي يبيه، ما بنحطيهم أكثر من مرة. أوكي بنسويها بالطريقة هاي. أوكي بنحطي الكافيه، حمامات، خلنا نسوي حمامين من مكان واحد مجمع بيوت الراحة وهالسوالف، عرفتوا. والانفو بوث عندنا هني،
لا بس عندنا سوفينير شوب يمكن ننشر اماكن، بس الحمامات ما بسوي خلاص. عندنا هاوس اوف هيرور، بيت الرعب. بيت الرعب ابى احطيه كان هني في زاويه، الطريقه هاي زين، ما احطيه في زاويه بروحه، خلينا نطلع لنا شارع. ما ب بيت الرعب يكون مع، ما اعرف، ما بيكون مع شيء ثاني، بس الطريقه هذه، الطريقه هذه بيكون شويه، ابغى شارع بروحه، بس هذا اذا ما بيستوي نشله بالطريقه هذه، بس شبه بروحه يعني بالطريقه هذه. نحطيها سفرور بعيد شويه زين، والنيب عندنا شير، تعرفون شير الفارشه هذه، هذه او هذه، لا نبغى شيرها تغطي على المكان بشكل شوي مختلف، بس ما بالشير الكبار، عرفتوا؟ ابى مكان يعني يسوي لي شوي فيلم رعب، اظني هذا احسن شيء. خلنا نسوي الخط، شوف شو قوته الانتنسيتي، لا ما ينفع، نبغى ماينس 10، لا بعد ماينس 10، ايوه هذا بيت رعب اللي يهني، نعم يرتعب، ما فيها مزاح هاي الطريقة هذه، صار عندنا بيت رعب. منو بيدخل هني؟ انتو خبروني بيدخل، خلي تشوف واحد يمشي لحظة، خلي تشوف واحد يمشي تشوف زين، اوكي خلي تشوف واحد يمشي بيت الرعب. تعرفون ايوه 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 تعال 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 تعال، لا 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 لا، صبر 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 صبر. والله خطة شريرة يا جماعة الخير. منو بيدخل بيت الرعب هذا؟ اخو العيال. يوه والله راح بريوله، راح بريوله، ما يدخلونا وياهم نشوف. انزين بيت الرعب مدفون هناك. انزين الحديقة بكبرها نحطي لها حول ما حول الشير هذا صراحة، واللي اقدر اشل عقب بسوي جدار كثيف من منو اساس اللي يمشي في الحديقة يعزل الاصوات، في الواقع ترى تعزل اصوات كثيرة السوالف وهي الامور. يلا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، الطريقة هاي ايوه، انا مش مسكر الانتيكولوجن صح بالضبط، جبت العيد. خلنا نشيل هاي الطريقة هاي، خلني بالشيرة نسويها هني. يا سلام جدار مش كثيف، جدار مرعب شوي، ما بيكون وايد مشرق ستايل الحديقة بصراحة. زين الحديقة شوية راح يكون أكثر في الغامض من هذا، هذا حق ألعاب كبيرة عقب، وبنسوي مربع هني. ها النص راح يتكسرن على فكرة، بس يارس أحطيه في بالي وين الأشياء بتركب. انزين الحين هذه الحديقة مبدئيا، الحين الحديقة مبدئيا ترى مش سيئة على فكرة كأماكن سياحية، المدينة هاي تفوز على باقي المدن بشكل ضخم. انزين شو عندنا ألعاب ثانية في الحديقة؟ ما بألعاب صغيرة يا أخي، لا سوري يعني الحين أنا عندي 500 فيزيتر، أنا مكمل الشروط، أنا ما بألعاب صغيرة صراحة، أنا أبغى ألعاب كبيرة، ألعاب جميلة. بس حديقة يعني مثلا شيء نفس هذا تحس إنه لابد منه، يعني هذه على البوابة المال الزوايا مال هالأماكن. أوكي الطريقة هاي يعني اوكي، ايون هني ما لا الالعاب هاي. الزوايا الثانيه نقدر نحط اشياء صغيره ثانيه مثلا قوم هاي، لا هاي لازم على ممر مثلا ورا هاي، واحد اثنين ثلاثه، ابى اخلي كل قسم يكون فيه مجموعه من نفس اللعبه خلاص يعني، عرفتوا؟ زين النيل اللي بعده مثلا مال القلاصات هاي نقدر نخليه على مدخل الحديقة شوي كيوتة وهالسوالف، عرفتوا؟ بنسوي بالطريقة هاي. أنا صراحة عايبني مبدأ شو اسمه بمب كارز، لا بمب كارز بنحط هي بمب كارز هني، واحد اثنين ثلاثة أربعة.
باقي الأشياء ما بحطي خلاص إلا إذا كان عندي شيء كبير. خلاص الحين بتري الحديقة تفتح، أبى الأشياء الضخمة هاي اللي عندهم في الحديقة، ونخلي المكان اللي في الوسط فاضي. مبدئيا الحديقة جيدة حاليا، ما بتكون أفضل شيء، ولكن الحديقة بتكون في موقع ممتاز جدا. فبالتالي الحين بما أن سوينا حديقة وسوينا أشياء صح، محتاجين نزيد أشياء تجارية وأشياء ثانية حول المنطقة هذه. مثلا خلنا نشوف، بنوصل كل شيء، هل هذا نسوي دوار؟ هل هذا الشيء نسويه؟ خلنا نتفاهم مع الوضع. الحين عندنا 270 هني وناس هني، خلنا نني بالمنطقة الجامعية مالنا. أول شيء تسير على المنطقة مناطق ولا الزونز الجامعي هذا هو، ونسير نسوي شو، نمدد مكان لين هني بالطريقة هذه، وهذا المكان راح يكون جزء من الجامعة. ولكن ويت، لازم اكبر هذا على اساس اقدر اني هذا سوى كامبوس اريا جديد، وانا ما بكامبوس اريا شو جديد. على اساس هذا الشيء بنسوي هني مكان الجامعي، بني شارع من ممكن نكبر ترى، مش غلط ان يا مسلم يا مسلم يا مسلم صبر، شوف عشان ما تقولون كل شيء مربعات، بنسوي اشياء شوي مغيره. انزين بالطريقه هذه راح يكون عندنا هذه منطقه الحين جامعيه في نفس الوقت. هذا بس مدينه جامعيه، مش مدينه الجامعيه الحين راح يخدم وراء محطه قطار، وراء اشياء عندهم مواصلات، وفي هني عندنا اللي هي الحديقه اللي اوريدي الناس قاعدينها عرفتوا، واللي هي راح نزيدها يعني استوت شوي مسرح للاطفال حاليا. ولكن ذكرتوني اساس الناس تتاكد انها تدفع، لازم نرجع كل شيء ورا، لان احتمال كبير انهم ما يدفعون شيء. بخل الناس، ناس بخل يقدرون ما يدفعون، ترى ما يدفعون ما يفرق، ما يفرق وياهم انا الانكم مالي اقتصادي يضيح ما يطيح، لكنهم بخل. انزين في المدينة الجامعية يعني في اشياء ثانية نحن كنا فاتحينها لو تذكرون، ألا وهي الأماكن الرياضية البحتة. عندنا التراك فيلد، وال أميزنج. زين لحظة، عندنا بيسبول بارك، واو. عندنا الاستاديوم اللي عندنا منه هناك، وعندنا الأكوا سنتر، وعندنا اللي هو باسكتبول أرينا. أوكي كلهم وايد أكبر ما أنا توقعت كلهم. فشو بسوي؟ بكبر هذه المنطقة والله يحييهم الناس اللي ساكنين هنا صح، وهي المنطقة الصغيرة بحط فيها كلاسات يعني، بس عشان الناس ما تسأل. انزين المنطقة الجامعية، والله خلونا نتشاور شو احط شو احط. هذه شو بيسبول بارك يا اخي، جميل البيسبول بارك يا اخي، ياخذ يعني حيز بس اشياء جميلة، اشياء جميلة عندهم، تراك جميل، الاستديو جميل، الباسكتبول ارينا، يعني اشياء كلها حلوه ما في شيء تعبان، بس انا اللي يعيبون اكثر شيء هذا، وعندنا هذا. بس بختار صراحه شكلي هذا فنان، بسم الله خلنا نشوف. ولان فنان 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 فنان. زين هذا الحين بيحتاج شوية مواصلات، انت كهرباء تبى بنوصلك، يعني كهرباء ما عنده مشكلة. انزين هاي بيحتاج له شوي اشياء. اول شيء بنيب شارع، شفتوا النظام الحين عندنا في اماكن النوادي وهاي الامور عندها الفنادق مالها صح. طب خلينا نسوي شارع السيدة. زين بنسوي شارع سيدة هني بالطريقة هذه، حشيش هذا بيكون ان شاء الله عبارة عن نفس فندق هني. اوكي بالطريقة لا لازم ألزقه شوي اساس اني اقدر اسوي منطقة واحدة. جبت العيد صح، صبر بسوي بالطريقة
هاي بسم الله. هذا بيكون فندق هني بهذا الحجم، 4 × 4. اوكي، هذا مكان، هاي يكون جنب الملعب، هذا يكون جنب الملعب، ترى الملعب بيسوي حافز كبير للناس. زين، وجنبهم هني بسوي واحدة من الكلاسات الكبيرة اللي ما كنا نقدر فعليا نحطيها. دقيقة، بالطريقة هذه. انزين، بسم الله يا بسم الله. الجامع ليبرال ارت بوك سنتر عندنا، وعندنا كان عندي اوديتوريوم، لا بوك ستور، لا كان عندي شيء لابراتوريز يمكن، بنحطي عنده المختبرات. وهم ناس فنيين، ليش الحين هاي كلاسات ميديا صح؟ فرضا خلينا نشيل هذا بس، ارجوك ميبي بليز بليز. شوفوا انا الحين هذا الشيء وايد اقارن في الماب هذا، شوفوا وصعب اني اشيلها مش بسهوله، لازم تحديد محترم. انزين، هذا كلاس جامع، هذا يشل 70 واحد اوريدي. انزين، كلاس جامع مبنى جنبه هني على امل انه يطلع عندنا فندق، بس مشكله الطلب شوي ديماند على الناس عندي، خف الطلب هذا شوي تعب. انزين، ابى شوي احرك هذا المبنى بطريقه هذه، اسوي لزقف هذا الشارع. انزين، وابى اجيب له مواصلات، المواصلات الزياده اللي راح تكون هني في خط اخير بي، الخط الاخير راح يكون مونو ريل. المونو ريل بياخذ درب طويل في المدينه لانه لازم يلف حول اكثر من مبنى. انزين، المبنى الاول خلينا نشوف المونو ريل. صبر، مونو ريل اظني راح يكون مشروع ناجح بالنسبه للمنطقه اللي نحن فيها. هذا المونو ريل، احاول اتذكر شعاره مش قادر والله، حطي مونو ريل هني، نقدر نبدأ نمد حبة حبة شوارع من المونوريل نفسه، يعني حتى لو المونوريل بالطريقة هاي بالطريقة هذه، هذا أقدر أسوي بالطريقة هاي، ما يخطف من فوق منه الشارع الثاني. صبر، إنه غصب مر، أنا أبغى بالطريقة هاي، ترى ابا غصب يمر، شوفوا بالطريقه هاي. بس هذا المونوريل، يا الله يا مال القهر فيكم انتم. زين، المونوريل بالطريقه هاي بخط في وسط كل الناس. زين، شو ميزه المونوريل؟ المونوريل ميزته اقدر اسوي لوب بكل بساطه بالطريقه، مثلا من هني اقدر اسوي لوب لين هني واروح بالطريقه هاي. الناس تزعل من المونوريل على فكره، ونسوي مونوريل لمنو؟ من عند المواصلات كلها الى شوي هو مربعي بس بعدين بتفهم. انزين، ونقدر نحطي مونوريل جنب الشارع هني في وي، على طول في ويها، شوفوا ورا منو؟ ورا هايل. او كان ممكن نقدر نحطيه نفسه هني في بوزيشن اذا نبغى، بس ما ابى، انا ابى الحين بالطريقه هذه. المونوريل هذا يخطف بالطريقه هذه، وشويه يبغى له فاين تيونينج، يعني شوارع المونوريل بالطريقه هذه بالطريقه. اقدر امر من تحت هذا بيكون قبيح. زين، ونقدر نجيب المونوريل من هني، وميزه المونوريل شوفوا اقدر امشي الطريقه هذه، اوصل مثلا هني برا ووصل سيده وين؟ هني. هاي الميزة الأساسية اللي بتحصلونها في المونوريل، ما تحصلونها مكان ثاني. ونوصل طبعا مخارج مال المونوريل، ونقدر نسوي 1 2 ونسكر اللوب، وهذا بيودي وبيجيب الناس من منو؟ من محطة القطارات. بس يبغالنا شوي تضبيطات خفيفة بالطريقة هذه، تضبيطات خفيفة بالطريقة هذه، شوي إعلان، شوي إعلان، شوي إعلان، شوي تطبيقات خفيفة. طبعا يطلع شكل المونوريل وايد احلى وايد مع الشارع، لان الحين في زوايا، يعني شوفوا بالطريقة هذه نقدر نجيب المونوريل. عفوا،
صعب الكليك يوم يوم شيء فوق شيء. شو بالسهولة صبر. اوكي انحت وياه خلاص. هذا المونوريل بينا من وين اوريدي مش شال حد. اوكي انذا لاين المونوريل يخطف من عند جبل من جبل الى عند حبيب نمال الجامعة ويمر بالطريقة هذه الى وين الى محطة القطارات ولا المكان اللي فيه الاستاديوم هذا اللي حاليا ما في مباريات لكن راح يصير في مباريات ما عليكم. وهذا قام يستقبل مجموعة طلاب. انزين الحاجز الشجري اللي بنختاره هني بيكون خلنا نشوف هذا الحاجز حلو لكن كئيب. نقدر هذا كم بيغطي ما بيغطي لهم شيء صح ولكن يظل افضل بمراحل من هذاك الصراحة المكان هذا بالطريقة هذه نقدر نغطي الشارع ونقدر نغطي هذا الشارع لين نبني شيء او نقرر ان نغير رأينا يعني نقدر نسوي بالطريقة هاي نعزل شوي المنطقة الدراسية هذه عن المواصلات ونعطيهم شوي حيز من الراحة وغير وهاي الامور حول المنطقة كامل احس يكون ممتاز جدا اني احط شير بالكامل لان هاي المنطقة كامل الحين استوت منطقة تعليمية وما انها منطقة تعليمية نقدر نسوي اشياء اضافية فيها. انزين حاليا نحن ما بندعم شيء حق السبورت هذا مفروض الناس تبدأتي بس هذا يعتبر مكان سياحي ترى ضخم جدا شوفوا ما ضخامة السياحة اللي هني. اوكي شوفوا المكان والله ما شاء الله يعني سو فار المكان جيد شكله جيد لبس. انزين الشيء الثاني نحن ورا هني بنسوي شوي سكنات طلاب يمشون من هني في الملعب يجون لورا ياخذون لهم هني كم غرفة. خلنا ناخذ كان هذا سكن طلاب راح اخليه على الثيم مال الطلاب بالطريقة هذه بحط دورمتري واحد بس 300 طالب هني كم هني في عندنا 82 طالب ويشل 400 وشيء فيكفي هذا شيء وزيادة. انزين الشيء الثالث راح اسكر بحط لهم فونتن ولا ما يحتاج فونتن ما يحتاج صراحة بس نقدر نسكر عليهم شوي اشجار زيادة يعني على اساس ان نعزلهم عن المونوريل نفسه طريقة ممكن نسوي لهم ممشى وحديقة بالداخل في المستقبل عادي اذا يعني وايد تنحت علينا على التفاصيل ممكن نزيدهم شوية تفاصيل بس بشرط ان هالحبيب اللي هني يبني. الماي شو وضعه؟ الماي وضعه اوكي الكهرباء وضعها في العلالي. طبعا نحن داشين في اشياء مكلفة جدا يعني كم حطينا السبورت سنتر هذا نحن صبر سبورت سنتر هذا كان ب 200 وشي 30 الف درهم ولا دولار ولا whatever it is. زين في المنطقة الجامعية وين الستار مالها راح الحين هذا اوكي يونيفرسيتي شوفوا 71 الف ياس الدخل فريلانش 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 الى اخره هذا اللينز والسبورت سنترز التراك فيلد بروحه او فزنا جيم هني قاعدين نفوز صح اي والله الميزانية قاعد تزيد على الكل ترى امور طيبة امور طيبة نحن مخصصين مدربين وهالامور وكل شيء رديت على التخصيص نفسه قاعد يمشي بس الطلاب بيزيدون شوية هني هالمنطقة كنت طالعها فيها مدارس بس مستقبل والله جميلة كثافة المنطقة وايد حلوة طالع شكلها غير شوفوا كلهم سلف سفشنت كلهم يعني يحاولون ينتجون يصرفون كهرباء اقل. انزين الحين في هذا الميدان ولا هذا الشيء ما يكفي الشيء اللي نحن سويناه ولكن 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 لازم يشتغل اول لانه هو بيمر سيزن بيستوي بيخسرون بيفوزون الى اخره الى اخره الى اخره. كامبوس اريا انفورميشن انتو تشوفون فيرساليتي سبورتس احنا حاطين 6 كوتشز حاطين تيم كلرز حاطين هالاشياء عندنا يعني خلنا نشوف هنا اظن هاي اشياء غير ولا نفس الشيء يسوي هذا احمر لا كله نفس الشعار كله نفس والله الاحمر احلى من الازرق مو صدق. زين الحين يستوي عندنا نفس الشيء بس يراوين الون واللوز تحت ياسين نلعب مباريات بس ما حد قاعد يحضر وات ما حد قاعد يحضر يا الهي. زين هالمنطقة قامت تبني شوي شوي شوفوا اللعبة احس استوى استيعابها بطيء يوم حطيت ثيم واحد لمكان واحد. انزين ما حطيت ثيم اماكن ثانية انا ف
فالحين هو سوى على كيفه حق كل المناطق ثيمز. شوفوا خلنا نشيل الثيم، انا مو باهم يسوون شكل واحد هني، ترى شكل واحد هناك اوكي، هني مش شيء اوكي. يعني هاي المشكله، في اشياء تشفر مرات، هاي شيل حد اصلا منه فايده؟ حاليا ما قاعد يشيل حد صح، بس مفروض ان نبدا نستقطب الناس، لان هني شو اخبارها؟ هني بعد مش ذاك الزود. العرض والطلب عندي قاعد يستوي، فيه شوي مشاكل من حيث النواحي، لكن هني ياسي بناس شوي 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 شوي، وعندنا ترى يعني اشياء عجيبة. فكر بدل باص، هني عندنا باصات يوصلونهم لهني، هني يجون لين الوسط هذا، هالوسط هذا اللي مش عيبني. انزين الوسط هذا خلنا نغطيه بشير طريقة هذي، نقدر عقب نسوي دكاكين ولا اي شيء نبغى، ما عندنا مشكلة، بس حاليا خلونا مغطينا بشير، لان المدينة تبدأ تنمو، لان الحين شوي شوي المدينة كل مالها طول اكثر في الموضوع اللي هو البناء وهاي الامور، لان العرض والطلب قام يستوي صعب، صار عندنا فوق 100,000. بعد 100,000 يبدأ تحدي زيادة الناس الصراحة بشكل ملفت للانتباه. زين هاي بالطريقة هذه، ممكن نحطي ترى بعد يعني من باب الديكور، اذا نبغى نغير الشكل، في ناس بتحس ان المكان فاضي، ممكن نحطي اشياء ابا لا ما بهاي الابا، ايوه قوم هاي الطريقة هاي، قلنا حصة اصغر شوية، اصغر اصغر اصغر، كلها ضخمات صراحة. زين مثلا هاي لا باس، تقدر تركب الطريقة هذي ونحطي اوكي تبين على المدينة مش غلط، ونقدر نحطي من وراها كم كثافة شجرية هني بدون اي مشاكل، نقدر نعتبره مكان قديم جدا، ونعبي الفراغات شوي بزينة بحصية بهاي الامور، تغطينا تعطينا الناحية الجمالية ترى وايد، يعني اكثر ما بعض الناس ممكن تتخيل. بس مشكلة الاحجام اللي هني احجام ابدا مش سياحية، في مودات تخلينا نسوي ريسايز، بس تجربتي وياها صراحة وايد كئيبة، وما بادخل في الموضوع هذا. تبون الصدق هذه ممكن تكون، بس هاي وايد ضخمة بعد، هاي ممكن تكون حلوة هني كيف بالطريقة هذه، بنحطي نفسها هني بالطريقة هذه، وشوي نسحبها للداخل، ميلها على اساس اوكي بالطريقة هاي تكون امورها طيبة. حطت لنا غير لما حطت لنا شيء في نص الشارع، اوكي هاي المنطقة شوي تغير شكلها، ونشتغل واهل ومجرى يعني نشتغل على نفس النطاق ولا نفس الامور هاي. انا ما بخلي الاو انتر سيتي ترينز حاليا هني، بس البيوت هاي اللي هني قهرتني بسبب الثيم هذا، هذا انا قاهرني. شوفوا مع اني شليته توا سوي ثيم الاو، شوفوا يرجع مرة ثانية، يا الله يا كريم، ما عليه ما عليه ما عليه، لا لازم نشل الثيم هذا نمسحه، نيبل مانجينج ثيمز، نشل هذا نشله تماما من الحسبة، نرد مرة ثانية على الثيم ان شاء الله ما رد شغله. الاو اول ثيمز خلاص. لا يا حبيبي انا ما باك انت تشتغل، ما باك تشتغل هني، ترى هاي المشكلة عرفتوا، اذا اشتغل ثيم هذا يكسر الدنيا. الحين اظن يقدرون يتطورون بخصوص ان الثيم راح اوكي نايس، مباني تجارية قدرت تبني، كان الثيم مقلتش اللعبة كامل قلت لكم انا. يا سلام انزين الحين المود، بس السياحة ما راح، ترى كل شيء هني سياحي بيكون. ممتاز 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 ممتاز، قام يستوي عندنا سكان هني حاليا 156 ياهل، 183 مراهق، عندنا دلتس 371، كلهم يروح المدرسة الياهل اولموست. انزين هني تعد تقدر تمتد منطقة سكنية صغيرة ثانية، ويكون عندنا شوي عمائر تجارية، تشوفوا فندق 5 نجوم، جراند هوتل، يور تشويز هوتل، قاموا يبنوا فنادق ما شاء الله، انتر كونتيننتال هذا حطوا لنا هنا ابدا مش تقليد، هوتل انتر كونتيننتال دخيل يقول لي نفس الشكل. قامت المباني تبني، يمكن مع الوقت نشوف مباني نفسها هنا نفس الحاله هنا. في ناس هنا بعد داوم دائما عندنا
رجال الأمن وهاي الأمور، وأهل السجن المركزي مالنا موجودين هني بعد قريب، يعني حد سوى مشاكل في منطقة سياحية يشوفونهم من هني يدين عندهم يأخذونهم سجن ومع السلامة، كان الله غفورا رحيما. إنزين الحين مفروض عدد الناس يبدأ يزيد هنا شوي شوي، لأن الناس تقدر تنتقل، الثيم مش مقلتش المكان بشكل مباشر، وعدد الناس قام يرتفع شوي من بنة الثيم. شوفوا قام نبني مباني تجارية، وهذا الطلب تحسونه أنه اختفى، ولكن الطلب راح يرجع ترى. يعني ترى بخلي هني أشياء منخفضة وهني أشياء منخفضة، هني يمكن يكون في عماير كمدينة في الوسط، وهني المكان السياحي نفسه اللي هو راح يشكلنا ولا راح يسوي لنا الشكل السياحي الأخير المكان هذا. طبعا مدخل الجامعية اللي تشوفون على اليسار بعدنا ما بدينا فيها، لكن مشروع هذا جدا ضخم ويحتاج شغل وايد. فلا تعتقدون ان المدينة اذا بشتغل عليها شوي 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 ابى ابنيها بشكل اضخم يعني ولا احلى من باقي المدن، يكون فيها فراغات، يكون فيها حدائق، يكون فيها امور. يعني شوفوا الحديقة اللي هني مثلا ما شاء الله، هني بعد الناس بيزيدون لان الثيم تعدل عندنا، فوايد اشياء راح تزيد ان شاء الله. كم عدد السكان النهائي اللي بنوصل له انا ما اعرف، اقول لكم من الحين عدد السكان النهائي ما اعرف. بس في شيء واحد اخير بنسويه قبل ان نسكر الحلقه، ان نشوف المدينه من المترو مالنا. ما شاء الله، شوفوا 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 المكان كيف تغيره. نايس، المكان استوى جميل. شوفوا 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 المنظر اللي كان عندنا من هنا. شوفوا هني المنظر راح يرتفع ترى، لان هذا مني لفل راح تفتح عندنا مباني ضخمه. بس نحن الحين لازم نشتغل على الاماكن الثانيه شوي سياحيا. فنشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.